بالنسبة للفوتسال في الجزائر هو كان ديبارتمون تابع لافاف، وحاليا نراه ليغ ناسيونال مستقلة ماليا وكذلك من ناحية التسيير. نسير فيها بطولة وطنية، عندنا قسم وطني أول قسم وطني ثاني. بالنسبة للقسم الوطني الأول عندنا ثلاث مجموعات، اللي هي عندنا سنتر أس سنتر ويست وكذلك السود. بالنسبة للقسم الوطني الثاني عندنا كذلك ثلاث مجموعات، عندنا سنتر أس سنتر ويست وكذلك السود. البطولة إن شاء الله راح تنطلق يوم 17-18 من الشهر الجاري. الترتيبات والإجراءات القانونية قمنا بها، كذلك بالنسبة للإجازات الرياضية للفرق رانا معها في الأنكور دو ريزاليزاسيون، دونك جميع الترتيبات انا قايمين بها. احنا بالنسبة للمنتخب الوطني هو من صلاحية المديرية التقنية اللي راهي تشتغل حاليا، دونك احنا ندعمهم باللاعبين من البطولة الوطنية. عندنا ان شاء الله برنامج على المستوى البعيد لتطوير المنتخب الوطني للمشاركة اولا في على المستوى العربي، بعد ذلك عندنا مشاركة على المستوى الافريقي، ولما لا المستوى المشاركة على المستوى الدولي.